لمني اليوم في إخفاء حقيقة التأخير الذي لازم مشروع مبنى مدينة صباح السالم الجامعية، بل إنها لم تعطي أملا في حل المشكلة. وفي المقابل أكد القائمون على المشروع وجود الكثير من المعوقات الفنية والإدارية التي أدت إلى تأخر تنفيذه. أسباب تأخير مشروع مدينة صباح السالم الجامعية كانت المرافق الرئيسي للنواب أثناء جولتهم التفقدية للمشروع. معالي الوزير والأخت الدكتورة رنا الفارس رئيس الفريق، حتى أثناء تجولنا في الباص أجابوا على العديد من الأسئلة، وأيضا أوضحوا بأن هناك بعض التعديلات التشريعية اللي يحتاجونها للتسريع. إحنا ما نقول أن معوقات تعيق المشروع من الانتهاء، ولكن للتسريع ولضمان جودة أفضل في المستقبل. وأكيد في أسباب كثيرة شرحت لنا، إنما لو تسألني على المستوى الشخصي أنا لست على قناعة بأن هذه تصلح بأن تكون أسباب لتأخير هذا المشروع قرابة 7-8 سنوات دون أن يدق يعني مسمار بلوح. فأنا أعتقد الأسباب الحين إحنا تجاوزناها، والأسباب اليوم أصبحنا من مرحلة جديدة، لا يوجد عذر لأي تأخير، وسنتابع هذا الملف إن شاء الله، والمؤسسة التشريعية كما كانت تابعته في الماضي وستتابع إن شاء الله في القادم. زيارة ميدانية لمشروع مدينة صباح السالم حتى نقف على يعني ما هي الأسباب التي يعني فعلا أخرت إنشاء أو أخرت إنجاز هذا المشروع اللي تقريبا ما يقارب 10 سنوات في يعني ننتظر تسليم هذا المرفق الحيوي الهام الصرح الكبير. تأخر كثير، ولكن يعني أن تتأخر أن تصل متأخرا خير من لا تصل أبدا. بدأوا في المشروع وتم إنجاز جزء يعني لا بأس فيه من بعض الكليات، وبعض الكليات سيتم طرحها خلال نهاية هذا العام. وعلى مستوى السلطة التنفيذية كان ثم الترحيب بالزيارة البرلمانية. هذه الزيارة تحمل معاني كثيرة، لعل أولها تحمل معاني التقدير والاعتزاز للطاقات والشباب والكفاءات الكويتية اللي اليوم شاهدتوها بالموقع جنبا إلى جنب مع الخبرات العالمية لإنجاز هذا المشروع الوطني الحيوي المهم. الدلالة الثانية وهي هذا النهج التعاوني وهذه المبادرة الكريمة التي أتت من الأخوة في السلطة التشريعية للوقوف على هذه المشاريع الحيوية للتأكيد على أن هذه المشاريع هي مشاريع تهم الجميع، وبالتالي نحن جميعا مجلسا وحكومة معنيين بالتعاون لكي تكون هذه المشاريع على أرض الواقع. أنا أفضل أن حتى لو تفتح تنتهي صباح سالم وتبتدي تبغى جامعة الكويت بمكانها، يصير موقع صباح السالم كجامعة تحت مظلة جامعة الكويت أو جامعة منفصلة. هذا قرار بلد مو قرار جامعة الكويت نفسها، ولكن كل الحالتين ممكن تطبيقها. أما مديرة المشروع الدكتورة رنا الفارس فقد أوضحت أسباب التأخير في إنجاز المشروع، وألقت باللوم بشأن الحرائق التي شاهدها في الأشهر الأخيرة على المقاول. أخذناهم في جولة ميدانية في المشروع وفتحنا قلوبنا لهم وتحدثنا معهم وتناقشنا معهم فيما يخص أسباب تعطل المشروع، ومنها الدورة المستندية، شح الموارد البشرية، شح الموارد اللي نحتاجها المادية اللي نحتاجها في المشروع، وبعض الأمور الأخرى اللي قاعد تعطل المشروع. الاخوان في الاداره العامه للاطفاء قاعد يشتغلون على تقرير ان شاء الله، ومتى ما احنا وعدنا سابقا ان سنكون شفافين في طرح كل ما يتعلق بهذه القضيه ان شاء الله. احنا حاليا لو على المقاول لغايه ما يثبت يعني ما يثبته تقرير الاخوان في اداره العامه للاطفاء ان شاء الله. مشروع ضخم يجسد امال الكويتيين في غد مشرق يتناسب ومكانه دوله الكويت عالميا. جوله ميدانيه قام بها عدد من اعضاء مجلس الامه لتفقد سير العمل بمدينه صباح السالم الجامعيه وللاطمئنان على حلم الكويتيين. أحمد الحسيني، قناة الصباح الإخبارية.